السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا ميزل الكاوتش تو راه غادي نخدمو غادي ان شاء الله. ميزل الكاوتش مزيان غليظ، دير له جوج روبينيات باش يقطع الريح و يقطع الماء باش يجي يتعمر. هذا الاغلبيه ديال ميزان الكاوتشويات ما تيطولوش بزاف و تيكحلو ما تيبقاوش يبينو. شنو هي الطريقه؟ ها هي الطريقه الاخوان، لون تيجي مازو هادي لون تيجي ديال الطوموبيل ديال الرادياتور. غنعمرو بيها ان شاء الله، غنعمرو ملي تكونو تندوزو الماركه خصنا نحلو هادو باش يبقى دوز الهواء باش يبقى يتقاد الماء. فاش تنسالو تنسدو، تنسدو تنخليو ميزان الكاوتشو عامر تيبقى ديما عامر، و اللونتيجين فاش تعمرو بيها متعمرو متيتضبو. هو عمرنا اللونتيجين شتي تيبقى ميزان الكاوتشو معمرو مغادي يتضبو، و معمرو مغادي تبدل ميزان الكاوتشو مرة أخرى، ولكن ضروري خصو الروبينيات باش يبقى فيه الماء تيتحل من لهنا. هو كما تشوفوا الاخوان هو مسدود، ها نيرا بغاو ندوزو ميزان الكاوتشو ديالنا غادي نحلو الروبينيات باش تدوز الهواء. هانتوما تشوفوا الماركة، هانتوما الاخوان شو الماء كيتقاد. إلا سدينا واحد الجهة يعني لو كانو هادو مسدودين راه مغاديش يدخل لكم الميزان، ضروري فاش تبغيو دوزو الماركة غادي تفتح تخرج الهواء كما هكا الإخوان. ماركي ماركي